مصر لا تعلو جهدا في هذا الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي والمجازر الإسرائيلية اليومية البشعة بحق المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا في الضفة الغربية. فما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية من مجازر يومية يشكل انتهاك لكل حقوق الإنسان، ومصر تقف بشكل كبير في مختلف المحافل الدولية مدافعة عن هذه الحقوق. أيضا مصر لا تألو جهدا في إيصال المساعدات، دائما ما تكون المساعدات موجودة ولكن متكدسة ويتعنت الجانب الإسرائيلي في إدخال هذه المساعدات. أيضا المملكة العربية السعودية عن طريق مطار العريش تقوم بإدخال العديد من المساعدات، ولكن أيضا تعنت الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو الذي يعيق دخول هذه المساعدات إلى أبنائنا في هذا القطاع المنكوب المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. نعم، المواقف والثوابت واضحة فيما يخص المملكة العربية السعودية ومصر. المملكة العربية السعودية تدعم الجهود المصرية فيما يخص الوصول لاتفاقية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية المختلفة إلى أهالي القطاع، وبالطبع تبادل الأسرى والمحتجزين، عدم توسعة جبهات الصراع والتي طالت أيضا الجبهة اللبنانية، والإنذار بخطورة مثل هذا الصراع الذي تقوم به القوات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي على الأرض، وكيف تنذر بحرب شاملة في الإقليم لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها فيما بعد. إذن فبخطى ثابتة تسير العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى آفاق أرحب وأوسع، وتزداد هذه العلاقات قربا خاصة فيما يتعلق بتبادل هذه الزيارات التي يمثلها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لمصر، وحديثه الآن ونحن نتحدث معكم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استراحة كبار الزوار. بعد قليل يتوجهان إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث يتم التباحث بشكل أوسع وأكبر حول مجمل القضايا فيما التي تهم العالم العربي فيما بين الزعيمين، إضافة إلى الحديث بشكل أكثر حول ما يتعلق بالأمور الاستثمارية وأيضا الاقتصادية. فالعلاقات الاستثمارية أو استثمارات السعودية في مصر هي استثمارات كبرى ومهمة لمصر وللمصريين. العمالة التي تعمل في هذا الإطار سواء كانت العمالة الموسمية أو المنتظمة، هذا الأمر له الانعكاسات الإيجابية على التخفيف وتخفيض نسبة البطالة الموجودة في مصر، إضافة إلى العمالة هذه العمالة المدربة أو المؤهلة التي تعمل أيضا في المملكة العربية السعودية لها دور مهم وكبير أيضا في النهوض بالاقتصاد في المملكة، خاصة النواحي والجوانب الإنشائية. وأيضا رجال الأعمال لا ينكرون ذلك أبدا، ففي كل مناسبة يتحدثون عن أهمية هذه العمالة المدربة والدور الذي تقوم به بشكل كبير في المملكة العربية السعودية. نعم، الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظات ويتوجه بضيفه الكريم سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مباحثات أكثر توسعا ما بين الزعيمين وما بين وفدي البلدين في القصر الرئاسي. هذه المباحثات التي تلقي بظلالها على سنوات ماضية من تاريخ عريق وعلاقات تضرب بجذورها في التاريخ، وتمتد أيضا بأمال ومستقبل مشرك للدولتين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة والمجالات كافة فيما يخص المجالات التنموية، المجالات الاقتصادية، أيضا التكامل العسكري والأمني ما بين الدولتين، والثوابت فيما يخص السياسات الخارجية والمواقف الموحدة والإيد الواحدة الصلبة ما بين المملكة العربية السعودية ومصر.